الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الفضلاء والفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المنفتحين على عالم التصوف والزوايا المغربية، من طنجة إلى البويرة بالصحراء المغربية، في ظل العرش العلوي المجيد، أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية التراث والتواصل الأمم المتوسطين في شخصي الزميل والأخ عبد الوهاب صباغي على تنظيم هذه الندوة الفكرية والندوة العلمية بامتياز بمدينة فاس العاصمة العلمية والثقافية للمملكة المغربية، وذلك خلال اليوم السبت الثالث من شهر جنفي 2022 برحاب مقاطعة فاس المدينة، وذلك في موضوع الزوايا المغربية وامتدادها التاريخية ومساهمتها التربوية الروحية. والشكر موصول للدكاترة والأساتذة على ما جاء على ألسنتهم أثناء مداخلتهم القيمة التي استمتعنا بها ولله الحمد. كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا اللقاء التواصلي وهذه الندوة المثمرة القيمة بإذن الله، والحمد لله على كل شيء. أعزائي الكرام، إننا نعتز ونفتخر بهذه الندوة وأمثالها التي تحتوي على تكريم ثلة من الشخصيات المغربية. الحضور الكرام، من باب التذكير أشير بأن الانفتاح على التصوف والزوايا يساهم في تأطير الحقل الديني، لأن فيها البعد الروحي لعبادة الله وحده وتربية النفس، لأن النفس أمانة عند الناس، ويجب على الناس أن ترعى حقوقها والاكتفاء بالضروري والحمد لله، والعمل بالتصوف التي هي تربي النفس وتحاسبها، دون أن ننسى بأن المغاربة من أهل المذهب المالكي والفقه المالكي والعقيدة الإسلامية. وشكرا لكم على الإصغاء والمتابعة على ما جاء على لسان المواطن الغيور محمد خالد.